إيمان الظاهر وهشام إبراهيم شابان فلسطينيان لطالما حلما بزيارة بلدهم الأم فلسطين. فإيمان التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نعومة أظافرها، وهشام الذي يعيش في استراليا، تطأ أقدامهما أول مرة فلسطين بعد مشاركتهم في مؤتمر مغتربي فلسطين الخامس. هاي أول مرة بشارك وبرضو أول مرة باجي على فلسطين. أنا بشكل عام كتير بحب أشجع العرب والفلسطينية اللي عايشين عنا إنه يعرفوا الكولتر والهيريتج تبعتهم ويعرفوا اللغة العربية، عشان إحنا شو ما جربنا إحنا مش أمريكان. لما إجا لي الفرصة أجي مع هاي الرحلة كتير كيفت. أظن كنت أول واحدة اللي بعتت الابليكيشن، قد ما أنا مبسوطة إني أجي. إحنا بنحب نمثل كصوت فلسطين، نعرف فلسطين أصلاً إحنا نفسنا، مع إنه بنعرفها عن طريق أهلنا، بس لازم نعرفها عن طريق الحقيقة تشوفها لحتى تعرفها وتقدر تمثلها برا وتمثل مصالحها برا. كانت خطوة مباركة كتير إنه نرجع على فلسطين عن طريق هذا البرنامج، بحيث إنه نقدر نحط قدم هون نتعرف على أهالينا اللي إحنا ما شفناهم هالفترة كلها، وإن شاء الله تكون هاي بداية خير إنه نضلنا متواصلين مع البلد، مع الأرض، مع الأهل. مؤتمر مغتربي فلسطين الخامس الذي انطلقت أعماله في رام الله يجمع أكثر من 60 مغتربا فلسطينيا من 5 قارات ومن 15 دولة عربية وغربية. المؤتمر المنظم من قبل مؤسسة الأراضي المقدسة المسيحية المسكونية يهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الجاليات الفلسطينية وقياداتها في المهجر بجذورهم الفلسطينية. فالمؤتمر هذا بيحمل رسالتين. الرسالة الأولى أنه هناك مسؤولية على فلسطينيين الاقتراب في دعم فلسطين، ولكن حتى يقدر نحقق هذا الشيء لازم يكون لهم توعية بالواقع الفلسطيني الآن، يعيشوا فلسطين، يتعرفوا عليها ويبنوا علاقات فيما بينهم، سواء كان ما بين فلسطينيين الاقتراب وما بين الفلسطينيين في الداخل. الجالية بالضبط زي المجتمع الفلسطيني الموجود هون، مكونات مختلفة المستويات، التفاعل معها بيكون على عدة مستويات، فبالتالي احنا بننظر لهذا العمل اشي كتير كبير، لانه العلاقة عضوية مش بس علاقة يعني قرايب وناس وصحاب ومعارف، لا العلاقة عضوية، هم جزء من المجتمع الفلسطيني. في عنا حوالي 5 مليون فلسطيني موجودين بالضفة الغربية وغزة وفي الداخل، وفي عنا حوالي 7 مليون فلسطيني موجودين في الخارج. المؤتمر الذي حمل هذا العام شعار مبادرات تشجيع التواصل مع فلسطينيي الاغتراب اعرف تراثك الوطني يتضمن أيضا لقاءات وورشات عمل للتعريف بالواقع الاقتصادي، والتي تنظم بالتعاون مع مشروع تطوير الأسواق الفلسطينية الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة البريطانية للتنمية وبنك فلسطين. من مدينة رام الله، فارس المالكي، تلفزيون وطن.